مصر هبة النيل. عبارة قالها المؤرخ الاغريقي الاشهر هيرودوت في القرن الخامس قبل الميلاد ملخصا بها كل شيء بخصوص مصر. فعلى ضفاف النيل نشأت حضارة من اقدم واعظم الحضارات القديمة في العالم. وبدون النيل تبقى مصر صحراء قاحلة لا اثر فيها للحياة. واليوم تبدو مصر امام تحد ربما هو الاخطر في تاريخها. فسد النهضه الذي تشيده اثيوبيا منذ عده سنوات قارب على التمام بل اكتملت بالفعل اولى مراحل ملء خزانه المائي حتى غرد وزير الخارجيه الاثيوبي ابتهاجا بما حققته بلاده في هذا الصدد قائلا ان نهر النيل اصبح بحيره ومنها ستحصل اثيوبيا على تنميتها المنشوده وزاعما ان النيل بات ملكيه اثيوبيه خالصه في المقابل فإن اكتمال مشروع سد النهضة وملء خزانه المائي من دون التنسيق مع مصر يعني أن تتراجع حصة مصر من الماء بحسب الخبراء بنحو 15 مليار متر مكعب من أصل 55 مليار متر مكعب من مياه النيل تستفيد منها مصر سنوياً، ما يعني جفاف أكثر من نصف الرقعة الزراعية في مصر وزيادة نسبة الفقر والبطالة بين أكثر من سبعة ملايين مصري يعملون بالزراعة. كما ستتفاقم الفجوه الغذائيه في البلاد ناهيك عن انخفاض معدل توليد الكهرباء من السد العالي في مصر وكذلك موجات الهجره الداخليه المتوقعه من الريف الى المدن بحثا عن مورد دخل جديد وعلى الرغم من كل تلك الاضرار التي باتت قاب قوسين او ادنى من الوقوع بمصر، تمضي اثيوبيا في طريقها متجاهله حق الدول المتشاطئه على النهر مستنده في ذلك الى وثيقه اعلان المبادئ الموقعه في 2015 بينها وبين كل من مصر والسودان والتي تسمح لاديس بابا باكمال مشروعها من دون اعتراض من اي من الدولتين.